جديدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير. المهم فيديو جديد كما راكم تشوفوا، راني عند دار مي زهره. المهم مي زهره غادي تقدم لكم راسها. السلام عليكم ابناتي، كي رحمه باتي؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير ان شاء الله، دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم لالا دنيا راه عندي في الدار، وجنا نصور انا وياها، وان شاء الله يا ربي يكون كل شيء في اعجابكم يا رب العالمين ان شاء الله. وغادي نقدموا لكم كل شيء، ونقدموا لكم داكشي اللي عندنا. ايوا ان شاء الله كل شيء يكون مزيان ويكون بخير وعلى خير. ويو كيما راكم تشوفوا مي زهره غادي تورينا الحويجات اللي عندها. واه غادي تقدم لنا الاول هذا الحصه. هيا بناتي، هذه الحصه الفيلانيه. هيا احبابتي، هذه الحصه الفيلانيه، ها هي باش تشوفوها. ها هي هذه يا بناتي، انا كنخدمها بيدي، وكندير كل شيء نقي، وكندير فيها غير المقويات، المقويين اللي باينين وطبيعيين وديالنا، وربي شاهد عليا، وراني صادقه مع سيدي ربي، وربي شاهد عليا. الا عمرني درت فيها شي سير، ولا درت فيها شي كينه، ولا درت فيها شي حاجه، غير الزرارع ديالنا المقويات، المقويات الاصيليين الطبيعيين المغرب ديالنا. وكلشي نقي، وكلشي كيتنقى، وكلشي كيتغسل، وكلشي كيتقلى، وكلشي كيتطحن على حقه وطريقه، وكلشي كنرونو بالزيت الحر البلديه والعسل. ايوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم ابناتي، ونزيد لكم ابناتي. فقر الدم باذن الله العلي الكريم ما كيبقاش، بومزوي باذن الله العلي الكريم ما كيبقاش. السخفه اللي عندها النحافه في الجسم ديالها مسكينه ضعيفه بزاف، ما تبداهاش حتى توزن، وتبدا وغادي توزن وترد عليا. بالنسبه لهاد الحصه كتليق للبنيات الصغار ولا غير الكبار؟ واش كتليق حتى للرجال ولا غير النساء؟ الرجال الحبيبه، حنا داو عندنا 20 كيلو نتاع اللي داوها غير الرجال. للرجال، النساء، الاولاد، نقولي 12 عام الفوق، حتى الصغيرين الصغيرين جاو شويه مجهده فيها المقويات. وشنو فيها احباباتي؟ اكثريه اللوز، الجنجله، النفع البلدي، زرعت لك حتى المهم، القوام، القوام الاصيليين الطبيعيين المقويين، والقوي هو الله. واللي دارها وبداها باذن الله، الناس كتعيط وداو كلشي. شحال وحده خرجات من كيلو، راه الناس كتعيط. واه بناتي اللي صيفطتها للخارج، مشات لبلجيكا، ومشات احباباتي للالمان، مشات لكازا، مشات للناظور، مشات لكابدولو، كلشي هاد الناس كيعيطوا. ولاو بخير وعلى خير. واحد السيده مسكينه كانت مكمنه وصيفتها للدار البيضاء، والله لو كنسمعوا الاودو ديالها، بقى فيها لا سخفه لا والو، فرحانه والناس كيعيطوا. وكاع الناس اللي داوها اللي زادوا تبارك الله في الوزن، اللي عندهم بوزن تبارك الله ما بقاش، اللي عندهم فقر الدم تبارك الله. بصح احباباتي، متابعه المتابعه المتابعه الوقيته، يعني فوقاش يقدروا ياكلوها، ياكلوها حبيبه جوج مرات في النهار، معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. راها ما كدير، ما كدير حتى شي حاجه، لحقاش غير المقويات انت، وكلشي نقي، وربي شاهد عليا اللي فيها شي تغيير. حنا صادقين احباباتي مع الله، واللي صدق مع الله ربي كيسخر له كاع في اللي دارو. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. بالنسبه شحال فيها؟ فيها احباباتي قريب كيلو، قريب كيلو، قريب كيلو. انا جبت هاد القراعين تاع كيلو باش ندير كيلو خطره وحده، ساعه جاتني غير 900 غرام، 800 غرام، 850 غرام، يعني بقيت كنبيع بالقرعه، ما بقيتش نبيع بالكيلو، باش ما نديش الدم نتاع الكيلو يكون ناقص. لا، الخوف من الله بناتي، الخوف من سيدي ربي. وبالنسبه هكا الا بغاتي وحده في الخارج ولا يعني تصيفطيتها للخارج؟ حبيبه انا صيفطتها قلت لك للخارج، راه وصلت للالمان، وراهم ياكلوها في الالمان، وراهم بخير وعلى خير. ايوا ها انتوما. وصيفطتها لبلجيكا، راهم راهم ياكلوها. وصيفطتها لكازا، صيفطتها لكابدو، راهم كيسمعوا فيا كلشي. المتسبيين ديالنا راهم يسمعوا فيا بلي راني صيفطتها لهم لكابدولو، وصيفطتها للناظور، وصيفطتها للعروي. والله العظيم غير البارح مشات وحده للعروي. تبارك الله، الحاجه فاش كتكون نقيه وزينه. واه ام الرجال، وعندي واحد السيد، واحد الولد ديالنا، ولدنا خدام، خدام الرجال اللي داو عليه، جاو عندو البنت، جا عندي قال لي الناس كتعيط من برجا اللي كيجيو عندو. قال له صاحبي، قال له ولينا بخير، ولينا بصحه جيده. وحنا كنطلبوا الله، هو اللي كيشافي، هو اللي كيعافي، وحنا غير سبب. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الحباب. وعندي احباباتي الزيت نتاع التسمين للنساء اللي عندهم بزاف د البلايص، عندهم ضعاف وكيبغيو يغلاضو ويبغيو يسمانو ويبغيو، عندي الزيت نتاع التسمين. ها هي، ها هي بناتي، هذه غير القرعه اللي بقات، غير هذه، كلشي مشات، كلشي داوهم.
هذه هي القرعه الثانيه قسما بالله لا نبيعها. المره غادي تجي تديها غدا ولا غادي ندير واحده اخرى ان شاء الله. واللي بغى بالنسبه لهذا الزويت كتكون تحنيهم على يديك كلشي على يدي كلشي بيد بناتي. قلت لكم هذه هي مبيوعه غدا ان شاء الله تجي المره غادي تديها. غادي ندير ان شاء الله باش نوجد باش اللي بغاو البنات غادي نحط النمره ديالي. واللي بغى مرحبا والف مرحبا يعيط لي ويجي. راه كيعيطوا لي راه دايره النمره ديالي وراهم كيعيطوا لي وكيجيو عندي حتى للدار. اللي بغى الزيوت اللي بغى الخليع عاد حنا كملنا دابا من الحصان غادي نوليو نزيدكم بعدا الزيت نتاع الشعر. ها هي بناتي عاوتاني الزيت نتاع الشعر نتاع الفراغات نتاع الفراغات نتاع الشعر اللي عنده الشعر. ها هي اللي عنده الشعر كيطيح اللي عنده الشعر الزغبر كيكا اللي عنده التقصصات الشعر اللي عنده دوك الفراغات الا كانت حتى ديك كما نقولوا حنا بالعربيه ديالنا التونيه راه بجهد الله ما كتبقاش باذن الله العلي الكريم. ها هي كنديرها حتى هي على يدي وكندير فيها كلشي دوك الحوايج الاعشاب اللي كيصلحوا للفروه نتاع الراس. وحتى الفروه نتاع الراس كتكون ملتهبه علاش كيبقى الشعر كيطيح. هاد الزيت هادي ابناتي راه ما كتبقاش ملتهبه وكتبقى كلشي مزيانه باذن الله العلي الكريم. ايوا حنا كملنا بناتي مع الزيوت غادي نوريكم. تورينا دابا الخليع. الخليع الخليع حتى هي كتصايبو على يدها. ها بناتي حباباتي الخليع النقي الخليع نتاع الدار كاين هذا كنتي قلتي لي ديال الريجيم. هذا نتاع الريجيم حباباتي شحال واحد ما كيبغيش الشحمه كيبغي الخليع نتاع زيت الزيتون. حنا ما دايرينش هذا ديال زيت الزيتون ما فيهش قطره نتاع الشحمه ما فيهش غير زيت الزيتون واللحم. والاخر العادي فيه زيت الزيتون وفيه الشحمه نتاع الكلاوي وفيه تقاطع نتاع اللحم. وربي شاهد عليا الا كنجيبو اللحم من عند القزار جديد وكنجيبوه وكنشرملوه وكنيبسوه ايوا ان شاء الله يا ربي وكيطيب وكيبقى داكشي نقي وداكشي نتاع الدار وداكشي كما تبغيوه وتحبوه بحال درتو حاجه بيديكم. بالنسبه لهادو سمحي لي قاطعتكم مزهره علاش حبيبه معليش. بالنسبه لهادو شحال يعني كيوزنوا هذا؟ هذاك حبيبه هذا نتاع الخليع راه موزونين بنص كيلو. هادو نص كيلو نص كيلو جوج منهم هما كيلو. واه انا درت غير نتاع نص كيلو باش كل واحد يدي على قدر على قدره. واه انا شريت القراعي نتاع نص كيلو باش كل واحد الحبيبه ديالي يدي على جهده. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. باقي لنا الخليع عندنا القديد. القديد مشيت مع الخليع القديد احباباتي راه عندي هنا واحد الكيلو راه مازال ما تباعش هو مشرمل على قوة طريقه وداك اه تبارك الله ما بغيتو لا شي وحده توحم تسمح لنا. واه الحمد لله الا كتوحم تجي عندي نعطيها باطل. ايوا هانتي الف مرحبا امي زهره راه الضال الكبيره. واه مرحبا حباباتي والف مرحبا. ايوا ها هو القديد باقي راه تباع كلشي باقي واحد الكيلو واحد كيلو 200 غرام. اللي بغى يعيط مرحبا ويجي ويدي ومرحبا. والحوايج كلشي اللي بغيتهم. وعندي الزيت راني ما حطيتهاش حقاش عاد درتها جديده الزيت نتاع كسميتو داك الكحل بعدا اللي كديرها الحبه السوداء. الحبه السوداء الزيت تاع الحبه السوداء كنديروها حبيبه نتاع السانوش اليوم راه يقولوا الحبه السوداء كنديروها حبيبه حتى هو كنخدموه في الزيت ديالو. لا الركاب الظهر اللي عندها الظهر مريض الصدر اللي عندها الضيقه اللي عندها والله العظيم الا واحد هذا يدهنو ولا يتقدر هذا غير دهني غير دهني كل ليله. والله بناتي الا واحد بنت من الجزائر صيفطات لي الميساج درتو في واحد الفيديو ودارتو والحمد لله صيفطات لي قالت لي ام زهره راني بصحه جيده وراني بخير وعلى خير وحيدت كاع الروب وحيدت اللي كانت كدير تاع الضيقه. واليوم الحمد لله نتمنوا الشفاء العاجل كل واحد تا هذاك احباباتي اللي مرض في هذا البرد اللي الركاب ديالو الظهر الرقبه المفاصل يدهن الصدر يدهن احباباتي الكحه ما كتبقاش وداك الشيء ما كيبقاش بجهد الله العلي الكريم. الله هو اللي كيشافي بصح احباباتي حنا سبب وربي كيكمل وربي يسخر وبنادم الصادق راه ربي كيكون في كل من هي حاجه بناتي. ايوا هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الاحباب وشحال حوايج جداد ان شاء الله غادي يكونوا دخلوا للقناه ام زهره. شتي قلتي لي لازيد الزيتون ان شاء الله؟ وحنايا ان شاء الله راه في شهر 11 في 3 في شهر 11 ان شاء الله غادي نطحنوا الزيتون وكنبيعوا الزيت الزيت الممتازه الجوده الجوده الجوده. الناس دابا راه كيجيو يدقوا علينا اللي داو العام اللي قبل وداو العام اللي من موراه وداو قسما بالله بناتي الا كتمشي للخارج وراهم كيجيو من الخارج يسولوك يقولوا واش مازال ما طحنتو ولا طحنتو. عندي الزيت صافيه ما فيها لا ملح
لا حتى شي حاجه. مرنا معصره كتموت في البيدو، واللي بغى غادي نوريها لكم، غادي نطحنوا وغادي نوريكم، وندخلوا للقناه ديال مزهره وغادي تشوفوا كلشي بعينيكم جديد. واللي بغى مرحبا والف مرحبا، وغادي نحط لكم النمره نتاع الواتساب ديالي والنمره نتاع التليفون الاخر ما فيش الواتساب. واللي بغى يعيط وبغى شي حاجه يكومونديها مرحبا والف مرحبا. النمره اختيها عليهم وانا غادي نخليها لهم في صندوق الوصف. النمره اول تعليق احباباتي ابنياتي، شفتوا النمره نتاع الواتساب؟ 06 54 72 60 42. التليفون الاخر اللي ما فيهش الواتساب في احباباتي 06 54 08 79 78. مرحبا والف مرحبا باللي جا عند ام زهره، مرحبا والف مرحبا. ونزيدكم ابناتي احباباتي كنديروا سلو، اللي بغات تولد ولا اللي قريبه تولد ولا بغات تشوفوا شهوتك، والله قسم الا صيفطوا لكازا. طلبتني عليه واحد البنت ودرتو صيفطوا لكازا، ايوا وعجبهم وبزاف ماشي شويه. اللي بغى شي حاجه يعيط بشاهد عليا بناتي، الا كندير لقوام اكثر من دقيق وربي هو اللي شاهد. ايوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم الحباب ديالي. هو اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. ربي يخليك ام زهره، ومرحبا بدنيا راه عندي في داري، ربي يخليك حتى هي راه بنتي. ومرحبا والف مرحبا. الله يكبر بك ام زهره. المهم كما شفتوا الحويجات اللي راهم عندها، عندها اللحصه الفلاليه، عندها الخليع ديال الريجيم، الخليع العادي، عندها القديد. المهم اي حاجه كما قالت لكم زيت الزيتون ان شاء الله راه قريبه تعصر. عندها سلو ديره اللي بغات ولا. المهم مرحبا بكم. انا العسل الحره تاي ان شاء الله راه قريبه تجي. ها نتوما ان شاء الله العسل الحره الطبيعيه ان شاء الله اللي ما فيهاش النقاش راه قريبه ان شاء الله تجي. راه الناس مكومانديين عليها، شحال واحد مكوماندي على العسل نتاع الزعتر، شحال واحد ديال الكاليبتوس، شحال واحد كيبغي نتاع البلوط. لحقاش جبت شحال وتبعت ما بقاتش، وراني مكومانديه وراهم غادي تجي ان شاء الله الحره الاصيليه حباباتي ان شاء الله. انا غادي نخلي لكم القناه نتاع ام زهره، غادي نخليها لكم في اول تعليق ولا نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم حتى النمره ديال التليفون ديالها نكتبها لكم ان شاء الله يا ربي. المهم اخر كلمه ام زهره. ايوا بناتي اللي بغى شي حاجه عند ام زهره، اللي بغى يجي حتى لداري اللي كتوحم مرحبا تقول لي تبغى شي حاجه ونديرها لها. ماشي بشي حاجه بفلوس ولا بشي حاجه، لا غير بالاخوه وبالحباب ديالنا. اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا، اللي بغى يشري واللي كتوحم بغات شي حاجه من عندنا مرحبا والف مرحبا تجي عندي، واللي بغات شي حاجه نديرها لها. ايوا هاني قلتها لكم ابناتي، والنمره راه قلتها لكم، واللي بغى يعيط. ايوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم الحباب ديالي يا بنات. وبالنسبه لامي زهره راه كتكون في التينيس. يلا هنا غادي نخليكم ونقول لكم ابناتي اللي بغى، اللي بغى داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم كلشي سهل. اللي بغى شي حاجه غتوصلو حتى للدار خارج المغرب وداخل المغرب. اللي بغى شي حاجه وصلها له حتى للدار ان شاء الله. المهم اللي عليكم تواصلوا معاها في الواتساب. صافي هادشي اللي كاين حبابات ان شاء الله. يلا حبيباتي تهلاو في راسكم وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. باي باي، مع السلامه بناتي، وان شاء الله وتكونوا بخير وعلى خير ودائما بخير وعلى خير ومع السلامه.